بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث بين يدي الساعة، وأنه سبحانه وتعالى قد جعل بين يدي الساعة فتنة كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفي هذه المرحلة الحساسة من تاريخ أمتنا يجتمع كثير من الأعداء من أجل صرفها عن وجهتها التي تريد وهويتها التي تنتسب إليها. ومعرفة حقيقة هؤلاء الأعداء كما وصفهم الله عز وجل في كتابه من الكفار والمنافقين والمشركين عباد الأوثان، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فالله سبحانه وتعالى وضح بين عداوتهم الحقيقية لأهل الإسلام وممن أشرك بالله عز وجل، من قال اتخذ الله ولدا وأن الله ثالث ثلاثة، ومن قال إن الله هو المسيح ابن مريم، فهذا نص كتاب الله عز وجل. فهؤلاء الذين يعادون هذه الأمة من أجل التزامها وعودتها إلى دينها، لا بد أن يعرف أهل الإيمان حقيقتهم، ولا بد أن يواجهوا مخططاتهم بما شرع الله سبحانه وتعالى من صدق اللجوء إليه. فإن اللجوء إلى الله عز وجل وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل، حصن المؤمن الحصين، إذا التجأ إلى الله سبحانه وتعالى كفاه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وليس بطاعتهم يحتمي الإنسان، وإنما طاعتهم تجر إلى الذل والهوان. أحذرنا الله سبحانه وتعالى من طاعة الكفار والمنافقين، فقال يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وإذا رأينا أحزاب الكفر والضلال في العالم تجتمع على أهل الإيمان والإسلام، فذلك مما وعدنا الله ورسوله،
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالواجب أن نزداد إيمانا وإسلاما انقيادا لله عز وجل تصديقا بوعده وفاء بعهده وامتثالا لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فليس مداهنة الكفار والمنافقين ليست إلا وبالا على أهل الإيمان والإسلام. وهل جرت هذه المداهنة عبر العصور رضا منهم عنا؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فموالاتهم تفقد المؤمن موالاة الله عز وجل له وحفظه له تفقده نصرة الله سبحانه وتعالى التي لا غنى له عنها طرفة عين. وقد وصفهم الله عز وجل بالصفات المختلفة التي تدل على استحقاقهم للطرد والإبعاد واللعن، كما قال عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فالله سبحانه وتعالى بين حقيقتهم في أنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه، يتولون الذين كفروا لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، يريدون حكم الجاهلية لا يريدون تحكيم التوراة والإنجيل والقرآن. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكلون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم تولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فأخبرونا عباد الله من في العالم يسعى إلى إقامة هذه الأحكام؟ فالتوراة وإلى اليوم فيها
أن الزاني يرجم، وفيها أن النفس بالنفس والعين بالعين كما ورد في الآية. ومع ذلك فهل يطبق اليهود هذه الحدود الشرعية التي لم تنسخ، لأن المسيح ذكر النصارى عنه في الإنجيل الذي يتلونه بينهم أنه قال ما جئت لأنقض الناموس بل جئت لأتممه، وهو يؤكد على تصديقه لما جاء في التوراة كما وصف الله عز وجل. فهل يطبق النصارى حد الرجم سبب نزول هذه الآيات الكريمة عندما جاء يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في رجل وامرأة منهم زنيا، وقالوا لبعضهم بعد أن كانوا بدلوا الرجم إلى الجلد والتحميم تركوا الرجم إلى الجلد وتسويد الوجه والفضيحة بدلا من الرجم العقوبة المذكورة في القرآن في التوراة، فقالوا ائتوا هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف، فإن حكم لكم بالجلد والتحميم فخذوه وقولوا حكم به نبي، وإن حكم بالرجم فاحذروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا نجد فيها الجلد والتحميم. فقال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا بالتوراة والقارئ يقرأ وهو أعور، فلما أتى على آية الرجم وضع يده عليها فقرأ ما قبلها وما بعدها. وعبد الله بن سلام رضي الله عنه حبر اليهود وعالمهم قبل أن يسلم، واقف على رأسه فقال ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح تظهر، فقالوا صدقت يا محمد إن فيها الرجم، فرجمهما الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم التوراة. فأخبرون هل يطبق اليهود هذا الأمر أم عندهم من الفجور والفحش والفساد ما لا يعلمه إلا الله؟ وهل يطبقه النصارى؟ وهل يطبقون أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص؟ إنهم لا يؤمنون بتوراة ولا بإنجيل، ولا يريدون إلا اتباع أربابهم وأهواءهم، فهم يعبد بعضهم بعضا كما حذرنا الله عز وجل منهم ومن سلوكهم. فقال وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وصفه الله عز وجل بحقيقة ما هم عليه، لا يؤمنون بتوراة ولا بإنجيل ولا يطبقون إلا أهواءهم، فهم يعبدون الأحبار والرهبان ويتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، كما قال الله عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وعندما ترى موالاة بعضهم لبعض، موالاة النصارى لليهود وتأييدهم لهم على ظلمهم وعدوانهم، وتتعجب كيف يكون ذلك وبعضهم يكفر بعضا أشد من تكفيرهم للمسلمين في حقيقة الأمر، ذلك أن اليهود يعتقدون في مريم البهتان العظيم، ويعتقدون في المسيح عليه السلام أنه كاذب مفتر، وأنه قد صلب مستحقا للصلب والعياذ بالله. وأما النصارى فيعتقدون فيه الإلهية، ومع ذلك يتولى بعضهم بعضا، تتعجب. ولكن كما وصف الله وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، على ما يوالي بعضهم بعضا،
وأهل الإسلام في المعتقد أقرب إلى كل فريق من الآخر، ومع ذلك فهم يوالي بعضهم بعضا على أهل الإسلام، ويوالي بعضهم بعضا على الظلم والعدوان من أجل ظلمهم وعدوانهم وسفكهم للدماء ونقضهم للعهود، يؤيد بعضهم بعضا على ذلك. سبحانك ربنا، هذا من أدلة صدق القرآن العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يقتضي منا إخلاصا لله سبحانه وتعالى وتجردا له وإفرادا له سبحانه وتعالى بكل أنواع العبادة، ومنها الحكم والتشريع. والقضية التي تدور عليها المعركة بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر والنفاق في بلادنا وفي غيرها من البلاد حول من له أن يشرع للبشر، وهم إن كانوا ملتزمين بشرائعهم فليعلموا أن الله سبحانه وتعالى الذي له الحكم، ولكنهم يريدون أن يشرعوا من دونه سبحانه وتعالى كما صنعوا عبر التاريخ. فكلامهم هو شريعة عندهم، كلام أحبارهم ورهبانهم شريعة عندهم، والله سبحانه وتعالى ما جعل ذلك في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن لأحد غيره، ورسله يبلغون عنه، وليس لأحد من البشر أن يشرع من دون الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ دخل عدي بن حاتم رضي الله عنه قبل أن يسلم وعليه صليب من فضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال عدي: إنا لسنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وقال له: ألق عنك هذا الوثن، يعني ذلك الصليب من فضة. وليتأمل كل واحد كيف أن النصارى إلى يومنا هذا يقرؤون في التوراة تحريم الخنزير، ومع ذلك هم يستحلونه. لماذا؟ لأن بعض مجاميعهم قد قرر حله، فصاروا يأكلون الخنزير في مشارق الأرض ومغاربها، والتوراة بين أيديهم يعتقدون أنها لم تنسخ ولا تنسخ، ومع ذلك فهم يستحلون ذلك. لماذا؟ لأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، اتخذوا المسيح ابن مريم ربا من دون الله، وقالوا إنه هو الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. المعركة التي تدور رحاها بين أهل الإيمان والإسلام وبين أهل الكفر والنفاق حول مرجعية شريعة الإسلام فيما يشرع للناس ويسن لهم من قوانين، معركة اعتقادية أصلية عند أهل الإيمان لا يرضون بديلا عن شرع الله. ومحاولات المنافقين من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم في تحريف الكلم عن مواضعه وإيجاد صيغ مائعة يستطيعون بها أن يهربوا من أن يطبق شرع الله عز وجل ولو في المستقبل، موالاة لهم لأعداء الله وزعما منهم بأنهم متحضرون وأنهم يعون مصالح الأمة، وهم والله لا يعون ذلك ولا يريدونه، وإنما يريدون مناصبهم وكراسيهم وشهرتهم لدى أعداء الله. فإن مصلحة الأمة إنما هي في شرع الله، وما يقع من أحداث من تصعيد للأمور حتى يحاول الأعداء جر البلاد إلى معارك لم تبدأ هي بها، وإنما بدأها الأعداء، إنما هي محاولات لإفشال مشروع أهل الإسلام في العودة إلى دين الله سبحانه وتعالى.
ولا بد أن يعي المسلمون ذلك، ولا بد أن يدركوه وأن يعلموا أن تمسكهم بإسلامهم والتزامهم في حياتهم بدين الله عز وجل لا بديل لهم عنه. إن الإخلاص لله عز وجل حتى نعمل كل ما نعمل، ونحن نريد وجه الله، لا نريد منصبا في الدنيا ولا سلطة ولا جاها ولا سمعة ولا شهرة، إنما هي قضية أساسية لقلب كل مؤمن ليحقق الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إن طلب الدنيا وطلب الرئاسة والجاه والمال هو من أعظم أسباب الفشل، كما حذر الله عز وجل عباده المؤمنين بعدما وقع منهم في غزوة أحد، فقال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ذلك هذا هو السبب الذي أدى إلى أن صرفوا عن الكفار بعد أن كانوا قد تمكنوا منهم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي إذ تقتلونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. والتنازع والفشل سببه مخالفة الكتاب والسنة، فإن طاعة الكفار والمنافقين وموافقتهم خلافا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإرادة الدنيا وطلب الجاه والمنزلة والرياء والسمعة هو من أعظم أسباب الفرقة، وكذا البغي. فإن الله عز وجل قال: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. والبغي أن تريد أمة أن تكون أكثر من أمة وأربى منها، أن يعلو بعضهم على بعض وأن يرتفع بعضهم على بعض، وأن تكون طائفة أعلى من طائفة وأكبر وأقوى وأكثر استئثارا، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم وذم الأثرة وقال للأنصار: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والأثرة من أعظم ما يؤدي إلى فساد الأحوال وتقطيع ذات البين، وأن يؤثر الإنسان نفسه بالمال والمنصب والجاه، كما وقع شيء من ذلك استدركوه بالاستجابة لأمر الله في غزوة بدر: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فالله سبحانه وتعالى عاتبهم على أن طلب بعضهم من الغنائم أكثر من بعض، ورد الأمر إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقسمها بينهم بالعدل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. فإرادة الدنيا والبغي وإرادة أمة أن تكون هي أربى من أمة، كل ذلك من أسباب الفشل ومن أسباب الخذلان ومن أسباب الفرقة، وكلها نيات لا بد أن يتوب الإنسان منها وأن يراجع نفسه فيها، حتى لا يبتغي إلا وجه الله عز وجل، ولا يريد إلا وجه ربه الأعلى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. أما التنافس على الدنيا وعلى جاهها فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في دعائه ويقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والكفر والفقر والشرك والشك والنفاق والشقاق والفسوق والشقاق وسيء الأخلاق، وأعوذ بك من الرياء والسمعة والقسوة والغفلة والذلة والعيلة والمسكنة. فينبغي أن نستعيذ بالله من الرياء والسمعة وطلب الجاه وحب الرياسة، فإنها الشهوة الخفية وهي أخفى من دبيب النمل.
على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، عباد الله، إن القوة والأمانة في مهمات الدين والدنيا صفتان أساسيتان لتحصيل ما يحتاج إليه في شأن العباد والبلاد. إن إعداد الكفاءات في أمر الدين وفي أمر الدنيا أصبح ضرورة من الضرورات، لابد أن يتقن كل واحد منا أمره وعمله، ولا يصح أن يكون عنده من الضعف ما لا تقوم به أمور بلادنا وأمور أمتنا. إخوة الإسلام، إن ضعف العلم وضعف الأمانة وضعف القوة في الدين وضعف الكفاءة في الأعمال لهي من أعظم أسباب تخلف أمتنا وضعفها. لا بد وأن يقوم كل واحد منا بإصلاح نفسه وإتقان عمله حتى يقدم لأمته خير ما عنده. ونحن لا بد وأن نصلح من شأننا كله، من شأن أحوالنا الإيمانية، ومن شأن عباداتنا، ومن شأن معاملاتنا. فلا بد أن نفي بالعهود، لا بد أن نكون أوفياء بالوعد. إذا وعدنا موعدا وإذا التزمنا التزاما وعقدنا عقدا فلا بد أن نفي بذلك، لا بد أن نلتزم في معاملاتنا بالحلال واجتناب الحرام والخوف من أن يغتصب أحد حق غيره من إخوانه. فإن الله سبحانه وتعالى حرم دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم على بعضهم كحرمة البيت الحرام في البلد الحرام في الشهر في اليوم الحرام في الشهر الحرام. والله سبحانه وتعالى غلظ حقوق المسلمين، أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لذلك نقول لا بد أن يكون هناك في المعاملات حذر من أكل الحرام. إن الربا والرشوة والظلم والغصب وأكل المال بالباطل لهي حقوق للعباد كما أنها حقوق لله سبحانه وتعالى. بعد أنها حقوق لله عز وجل هي حقوق للعباد. والله عز وجل لم يجعل للتائب من حقوق العباد توبة حتى يرد الحقوق إلى أصحابها ويستحله منها قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار. إخوة الإسلام، لا بد وأن نكون مصلحين من شأن أخلاقنا وأحوالنا القلبية حتى نتخلص من أمراض الحسد وأمراض الكبر وأمراض العجب ومدح النفس وتزكيتها. لابد أن نتخلص من ذلك لنعد رجالا صادقين. نحن مقبلون بلا شك على صراعات كثيرة، على معارك كثيرة، ونخشى أن ندخل معارك لم نعد فيها إعدادا، نعد فيها أنفسنا إعدادا صحيحا. فإن النصر إخوة الإسلام ليس فقط بالعدد والعتاد والعدد، وإنما أولا بالسلوك والاعتقاد الصادق والإيمان العميق والصلة بالله عز وجل وحسن الخلق. إخوة الإسلام، أمتنا تئن في أماكن مختلفة، ولا صلاح لها إلا بصدق إسلامها وإيمانها وإحسانها، إلا بأن توجد طائفة تستحق أن تنصر مع كونها تأخذ بالأسباب وبالقوة المطلوبة. فالضعف الذي يستشري في كل مكان وتضييع حقوق العباد والاستهانة بها والظلم المنتشر والاستهانة بالدماء
والاستهانة بالأعراض والاستهانة بأكل المال بالباطل، حتى ما زالت الرشوة وما زال الربا وما زال الغصب وفي الأرض وفي غيرها ما زال منتشرا بيننا. إخوة الإسلام، لا نريد أن ندخل معارك مع الأعداء ونحن بهذه الخصال، حتى نهيئ أنفسنا بتوبة صادقة لله عز وجل، كما أن علينا أن نأخذ بكل ما نقدر عليه من أسباب، ولا يمكن أن نواجه عدونا ونحن مفرطون، ونحن قد أصبحنا نبحث عن المظاهر والجاه والمنزلة. لا بد لنا أن نعد عدة بكل معاني العدة لأعداء الله سبحانه وتعالى. ليس الأمر بالعواطف الجياشة فقط، كم جربنا ذلك ولم نصل إلى غاياتنا. إن العواطف دون عمل ودون إصلاح حقيقي لا يؤدي إلى النتيجة المرجوة، وإنما نوكل لأنفسنا، وإذا وكلنا لأنفسنا فما عند أعدائنا أضعاف ما عندنا. إن لم ينصرنا الله عز وجل فلا سبيل، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إخوة الإسلام، نريد أن نتكاتف وأن نتعاضد، كما قال موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فنحن نحتاج إلى التعاون والتعاضد الصادق، وأن لا يبغي بعضنا على بعض، وأن لا يرتفع بعضنا على بعض، ولكن تواضعوا، لا تفاخروا، لا تنافسوا، لا تناجشوا، لا تحاسدوا، لا تباغضوا. هذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكونوا عباد الله إخوانا. نسأل الله عز وجل أن يعافي أمتنا من كل بلاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر على اليهود والنصارى والمنافقين. اللهم دمرهم تدميرا، والعنهم لعنا كبيرا. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كف بأسهم عن المسلمين، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم انصر المسلمين في غزة. اللهم انصر المسلمين في العراق. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في أفغانستان والقوقاز. اللهم انصر المسلمين في كشمير وبورما. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حدتنا، وأجب دعوتنا، وأهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، وأسلل سخائم صدورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر الصلاة.